السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يسرنا أن نرحب بكم مجددا في هذا اليوم المبارك بإذن الله، ونحن سعداء بوجودكم معنا لنحتفل سويا بهذه المناسبة الجميلة. قال الله تعالى في كتابه الكريم: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. حضورنا الكريم، لقد ألقى السيد رئيس مؤسستنا الأذكياء مبادرة رائعة تتمثل في فتح نادي القرآن الكريم، حيث تتاح للجميع من داخل المؤسسة وخارجها الفرصة لحفظ القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة. وقد لاقت هذه المبادرة استحسان الجميع، واليوم نحن هنا لنكرم كل من واظب على حضور حصص التحفيظ وبذل جهدا مشكورا في سبيل حفظ كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وهذا النجاح الذي حققناه يشعرنا بالفخر والاعتزاز، ونسأل الله العلي القدير أن يبارك في جهود كل من ساهم في نجاح هذه المبادرة، وأن ينفع بهم الإسلام والمسلمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. فليتفضل صاحب المبادرة السيد محمد أخلف بتقديم الشواهد التقديرية لهذا الصرح الموقع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.